من وقتها ما تأسست المؤسسة بلشنا باتصالات لأنه منعتبر أنه الجسمين أوكي منهم حنت وداين بس لازم كمان نساعده تداين أكتر. وكان محطوط نعمل دراسة بال2002 أجا بروفيسور تلياني عمل دراسة على الجسمين وقال أنه في رطوبة كتير عالية وأنه هذا الشيء منه منيح للجسمين. هلأ على المدى القريب كان مش مشكل بس هلأ مؤخرا تقريبا بالصيفية صار مثل حادثة انكسر الأزاز فات شوية رطوبة زيادة وهذا الشيء بعرضه للتلف. مشان هالشيء المؤسسة دعيت أخصائية تليان يلي هو ديجا كان عامل الدراسة بال2002 ثلاث أشخاص إجوا هني مختصين بهذا المجال وبتنسيق مع رعاية صغرته اجتمعنا بيت الكهنة ونعملت قالونا شو الحلول يلي هني بيقترحوها ومن بعد هذا الشيء الرعية بصغرتها أبونا أصفين فلنجي ممثل الرعية هو تبرع بأنه يكمل المشوار بجمع التبرعات للموضوع والخطوات اللي أكيد بتنسيق معنا وأنا بحب هوني أشكره لأبونا أصفين فلنجي على هالخطوة. من بعدها كان عنده سفرة على فنزويلا وطرح الموضوع على الجالية اللبنانية برا. بتعرف إن نحن على علاقة دائما بالجاليات اللبنانية برا وفي كتير جاليات صغرتوية بكل أنحاء العالم. طرح هذا الموضوع وطلع شخص من الجالية الصغرتوية هناك أستاذ موابشي وتبرع بكامل المبلغ مشان هالموضوع. هذه مبادرة كريمة جدا من السيد أبشي نحن بنحب نشكره عليها وعلى حسه بالمسؤولية. انطلاقا من هذه المناسبة التوجه بدعوة لجميع من في حوزته وثائق أو مرجع أو أثر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياة كرم وتجربته أن يدعوه أو يدعها بتصرف المركز وفاء لكرم وإغناء للبحث العلمي المطلوب في عصرنا الراهن. إن كرم ليس ملكا لعائلة أو منطقة أو فئة بل هو للوطن وهو القائل فالأمر أنا ولعش لبنان. اللجنة اللي بتشتغل على كل هدول النشاطات نحن 15 شخص 15 شخص بحب أوجه لهم تحية أكيد من هون شاشتكم وبحب أقول لهم إنه يعطيهم العافية لأنه تعبوا كتير هالسنة. بتعرف شغل المؤسسة كتير بياخد مجهود بياخد وقت وبياخد مجهود وإيمان بالشغل اللي عم تعمليه بحب أوجه لهم واحد واحد تحية من هون.